حاجة هنعمل صدور الدجاج مع الخضار والجبنة أو بالخضار والجبنة. شكلها حلو قوي، وصفة سهلة وطعمها لذيذ جدا، وهنستخدم فيها صوص طماطم بيتي هاينز ظريفة. آخر حاجة معايا 4 قطع تقريبا من صدور الفراخ، صدر فرخة كده يكون كبير محترم كده عشان يتحمل نحط جواه جبنة وخضار. تمام. ملح وفلفل اسود، معايا تقريبا 1/4 كوباية من زيت الزيتون، ممكن تستخدمي زيت عادي لو مش متوفر زيت الزيتون، 2 فص من الثوم المفروم، معلقه صغيره من البابريكا، ثوم باودر، بصل باودر، زعتر ناشف او ممكن طبعا زعتر فريش، معايا كمان فلفل ابيض ان وجد، يعني مش موجود خلاص هنستخدم الفلفل الاسود العادي، اوريجانو. طبعا قلت لكم قبل كده ان الاوريجانو حاجه غير الزعتر، تمام، ودي كلها توابل بتتباع عند اي عطار او في السوبر ماركت كبير في القسم اللي بيبقى فيه العطاره. ومعايا طبعا 1/4 من صوص الطماطم بيتي هاينز او ممكن حتى كمان اقل من 1/4. احنا هنعمل فرشه كده يعني في الصينيه قبل ما نحط الفراخ عشان ايه تعمل لها برده طعم ظريف. معايا طبعا كمان ملح وفلفل، مكعب زبده، وممكن شويه بقدونس كده مثلا، في كمان بصل اخضر معانا، وبس خلاص. وصفه ظريفه جدا. اول حاجه خالص عايزه اعملها، عايزه اطلع بوله واتبل الفراخ. اتبل الفراخ بالتتبيله اللي انا قلتها لكم، وهتلاقوني ايه برضو بعيدها عليكم وانا بعملها، ونحط كده ايه المقادير جنبي عشان ما اتلخبطش. هنحط اول حاجه 1/4 كوباية من زيت الزيتون كده تقريبا، بس كده، واجيب الملح والفلفل جنبي، نحط كده ملح فلفل اسود، ونحط البصل الباودر والثوم الباودر، كده اهو، هنحط البابريكا، الزعتر والاوريجانو، تمام، ونحط رشة شطة، تمام كده بس، والفلفل الابيض. حطيت فلفل اسود وهحط كمان فلفل ابيض، الفلفل الابيض ظريف جدا، ليه نكهة كده ظريفة جدا هتعجبكم. والثوم، تعالى ثوم، بس كده، بس كده. وزي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا زيت عادي بدل زيت الزيتون. اصلا ريحه التتبيله يا جماعه رهيبه، انا عماله اقلبها كده في التتبيله، وايه خليها كده معاها، ايه خطيره جدا كده، اتاكد كده بس ان ايه كل حاجه توغلت فيها بهذا الشكل الظريف. هسيبها كده يعني ايه ثواني بس في التتبيله، في الاول شويه زيت لان الطاسه سخنت كده كده، نعلي النار شويه، طماطم، ونحط 1/4 هي الازازه كلها، تمام كده اهو، لازم ياخد غلوة واحدة، لسه هيدخل الفرن بقى مع الفراخ وهيبقى ايه، هيبقى جاهز وظريف. صينية، صينية الفرن، ونقوم حاطين صوص الطماطم كده اهو من تحت، بس كده. نرجع بقى للفراخ، وعايزة اجيب سكينة كده اهو لهذا الشكل الظريف. بصوا شكلها بيبقى عامل ازاي، شكلها مفتح ازاي كده، تمام. هنعمل كده ايه في كل الصدور، عشان كده بقول لكم هاتوا الصدور تكون كبيره. معايا فلفل الوان، ومعايا جبنه، اوكي، في كل فتحه من الفراخ دي هحط فلفل الوان، وهحط بصل، وهحط جبنه. انا مثلا معايا فلفل احمر، احط فلفل احمر، فلفل اخضر مثلا كده، وفلفل مثلا اصفر بهذا الشكل الظريف، يعني دخلي فيها الايه الفلفل كده
بالشكل ده كده، وهندخل كمان جنبهم جبنة، جبنة شيدر، هتبقى ايه بقى ظريفة خالص. ربع مثلا ندخله كده جوه الجبنة بقى، لما تسيح كمان بقى من فوق بتبقى ايه ملهاش حل. ممكن تحطيها في كل جزء كده جنب الفلفل، او شريحة او شريحة لأ، يعني مفيش مشكلة كده اهو بهذا الشكل الظريف. اخر واحده الشريحه دي صغنونه قوي، فنحط لها واحده ايه صغنونه كده. دي مثلا خلصت زي ما انتم شايفين، فانا هشيلها كده زي ما هي بشكلها الظريف ده. بص شكلها حلو ازاي، وهحطها على صوص الطماطم اللي في الصينيه اللي احنا فردناه. بصوا ده كده شكلها بعد ما حطينا لها الجبنه. نحطها بقى هنا كده الجبنه بس على شكلها ده ووضعها ده. هندخلها الفرن على درجه حراره 200، هتاخد لها في حدود يعني 35 دقيقه بالكتير، يعني تكون بس صدور الفراخ استوت والجبنه كده ساحت والحاجات كلها استوت مع بعضها. هنطلعها بقى في اطباق كده، نطلعها في طبق كبير عشان اوريكم بقى شكلها بقى مع صوص كده. يا سلام يا سلام عليها وعلى ريحتها كمان الفظيعه. الجبنة السايحة الخطيرة بس كده. ممكن بقى ايه الصوص الظريف ده بقى تحطيه كده في بولة عشان يتاكل بقى مع الرز، فاهمين قصدي؟